السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد بدنا نحكي عن أحوال المطاعم بالإضافة للفلوجرز يلي عم يعملوا دعايات للمطاعم. خلينا نبلش على السريع، نعرف إنه لبنان هو أهم بلد بيعمل أطيب أكل في أشهر الشيفية، بالإضافة للمطاعم 90% من مطاعم لبنان هي الأشهر والأفضل على مستوى العالم. لبنان عم بيقدم مستوى أكل خاصة كمان بهيدي الظروف، مستوى والمطاعم العالمية والموجودة والخبرات اللبنانية بالمطاعم والأكل هي الأفضل على مستوى العالم. اليوم هذا الفيديو ما حيكون عن هولي، ما حأحكي على 90% من المطاعم الناجحة بلبنان، بدي أحكي على 10%. أعزائي المشاهدين، طبعا بآخر فترة طلع عنا جروبات، هيدي الجروبات بتعنا بالأكل وغيرها، صاروا الفلوجرز ينزلوا الفود فلوجرز يلي بسموا حالهم هيك. طبعا ما في عنا بلبنان فود فلوجرز، فود فلوجرز يعني عم نحكي نحن على شيف معه شهايد عالمية ليصير فود فلوجرز، ويمكن يكونوا بينعدوا على الأصابع. سو هولي زورا وبهتانا بيقولوا عن حالهم أنا فود فلوجرز، بس لأنه انشرى بطريقة معينة، هلا نحن بنحكي كيف انشرى. طبعا اعزائي المشاهدين، هولي الجروبات الناس بتعطي اراء فيهم، يعني واحد بصور كذا بقول رايه طيب مش طيب هالامور، ما في اي مشكله بهذا الموضوع. اللي عم بيصير في مطاعم 10% من هول المطاعم هن عباره عن عصابات زعران. هول العصابات مسيطرين نوعا ما على بعض الجروبات. طبعا حيالله حدا بيعطي رأيه إذا مش طيب هيدا المطعم أو ما حب البرجر عنده، بيتعرض للتهديد، بيتعرض للإهانة، بيتعرض لكتير أمور سيئة جدا من هول العصابات الزعران. أولاد الشوارع فعليا هن أولاد الشوارع، فتحوا مطاعم من بعدها أي حدا ممنوع يعطي رأيه، بالإضافة لأنه اللي بيعطي رأيه بيرفع عليه دعوى تشهير، فبياخدوا أول شغلة بياخدوا مصرياته بيعطوه اكل منه طيب، وبالقانون كمان بيرفع عليه دعوه تشهير، فبيتراجع وبتم اسكاته بهيدي الطريقه. طبعا بعض الناس بتقول انه فعليا القانون ما بيسمح انه حدا يشهر بالتاني، اي حدا بده يحكي على التاني ممنوع بيرفع عليه دعوه انه هيدا واحد اثنين ثلاثه، يعني بيرفع دعوه قدام القضاء وبياخذ حقه بالقضاء، وهذا القانون المتبع وهذا الصحيح، انه اي حدا عنده مشكله معش حدا يحكي على السوشيال ميديا والله هيدا كذا، هيدا فلان نصاب، هيدا فلان حرامي، هيدا فلان ما منيح، لانه هيدا الفلان بيقدر يرفع عليك دعوه باي لحظه وبدفعك كمان غرامة، يعني بنصبك وبدفعك غرامة فوق هيدا كلياته. اوكي انا مع القانون بهالنقطة، بس ولكن لما زبون يطلب برجر ما تطلع طيبة تطلع سيئة جدا، يجي بده يعطي رأي، اول شغلة ما حيرفع دعوة قضائية كرمال برجر، هيدا بالمنطق وبالعالم ما حيعملها. واحد هلا بتقول انه المطعم وشهرته، طبعا هلا بنحكي على قصة المطعم، شو قصة المطعم، طبعا اللي فاتحه ازعر، فهلا بنحكي شو تبعاته. اوكي الفود فلوجرز شو قصتهم؟ طبعا الزبون حكينا اكل، تم اسكاته، ما اعطى رايه، تم اسكاته وتهديده، هذا على مستوى الزبون. ولما بده ينزل رايه بالجروب مطاعم بتحكي بتبعت له ناس بيكتبوا له على الكومنتات لا ما معك حق، انت كذاب، انت كذا، وبلشوا يهنوه. هيدا اذا مش صاحب المطعم بالمباشر كمان اتصل فيه وهدده وهانه. اوكي هيدا المواطن. طيب نيجي للمطعم، المطعم بكون شخص ازعر ان جنرال، ما بكون مؤدب، منه ابن بيت، فاتح مطعم، هذا المطعم بده فاتحه تجاره، مش انه هو والله شاف وحدا عنده شغف وحلم من هو صغير واشتغل على حاله زلمه عصامي، لا شخص ازعر حاب يفتح محل، فتح محل اكل، هذا اللي صار. اوكي فتح هذا المطعم، شو استخدم؟ بجيب اسوأ تشيدر تشيز، بجيب اسوأ لحمه، بجيب. اوكي بيحكي فود فلوجر يجي لعنده يصور، تمام؟ ان كان فود فلوجر على مستوى الاعلام ولا الصحافه ولا اليوتيوب ولا الجروبات، بسموا حالهم فود فلوجر. اوكي عندهم شهره معينه ممكن يكون، فبيجي بقول له يا خيي هيدي قطعه لحمه بدي اشترك فيها، طبعا ما بقول له اشترك فيها، بقول له بدك تعمل لي دعايه وهيدي هديه، البرجر يلي بدك تعمل عليها دعايه هيدي هديه ما حناخذ حقها. اوكي بس انه بمعنى تاني انا كصاحب مطعم بدي اشتري كلك سوا بقطعه لحمه، تمام؟ هذا الزلمه بيكون رخيص، الفود فلوجر بيكون رخيص، فبينشرب قطعه لحمه، هالقد سعره بكون، بينشرب قطعه لحمه او بصحن كريسبي، هيك صحن كريسبي يعني كثير كبيره، او اذا دفع له مثلا 10 دولار 20 دولار على الاعلان، هذا بيبقى قصه كبيره، يعني بيبقى شيء مهم كثير يعني كفود فلوجر فيك. اوكي؟ طيب
بيعمل هالاعلان. شو بيعمل الاعلان؟ واو البيبسي بتعقد عنده، شوفوا الدجاج شو طيب، شوفوا قديش كذا. بيعمل هالفيلم انه طيب الاكل والجو واللحمه، هو ما بكون في شيء طيب تمام، والجبنه والى اخره. طيب مين بشوف هذا الاعلان؟ بشوف الزبون، الزبون اللي بعده مش اكل عنده، غير اللي حكينا عنه بعده مش اكل عنده تمام. واو ليك هيدا عم تحكي على الاكل انه طيب ومبين شكله طيب. شو بيعمل هيدا الزلمه المعطر يلي معاشه على قده بعده على اللبناني، يلي عنده اولاد عم بطعميهم هالامور، فحب يفرح اولاده هالاطفال وياخذهم ويطعميهم ويظهرهم ويغير لهم جو تمام. تمام بيتعامل كبي عم بشيل من تمه ليطعمي عائلته، ياخذهم على مطعم على اساس طيب من ورا الفلوجرز يلي عملت هيدي الدعايه. بيحمل حاله بروح على المطعم بياكلوا اسوا اكل ممكن يدوقوا بحياتهم. شو صار بهالزلمه؟ فعليا انسرق، يعني هذا الزلمه خلص راح دفع مصاري على اكل ما طيب ورجعنا على انه بده يجي يعطي رايه وما في، لان القانون بيمنعه وعصابات المطاعم كمان بتمنعه فما في يعطي. شو بصير بهيدي الطريقه؟ هيدا الزلمه ما عادش بروح على المطعم. فانا بتمنى هيدا الواقع يتغير، القانون يتحسن للناس تقدر تعطي رايها بطبيعه الحال، بس اكيد بدون تجريح او اي شيء، ما في مشكله بالموضوع. والمطاعم السوقيه نخلص منها صراحه، لانه لازم نخلص من هالمطاعم السوقيه. اوريدي حيسكر لحاله اي مطعم ما منيح، بسكر لحاله ما بضاين، يعني بيوصل لمرحله خلص بسكر اوكي. لانه اذا هو انا حاله انه هو مزبوط وعامل دعايات ومطلع الدنيا ومنزلها، بس بالاخر العالم ما بتجي لعندك، سو انت حتسكر شو ما عملت؟ شو ما عملت؟ انت هدفك تتواصل مع حدا بيفهم، تحكي حدا بيفهم، تحكي حدا ينتقدك، تيجي تقول له خيي انتقدني. انت بتيجي تجي انا يا خيي بتحكي لي، بتقول لي تعال عندي يا خيي انا بقدم 1 2 3 4 تمام، انتقدني. انا بنتقدك، ضلني عم انتقدك، بقول لك 1 2 3 4 5، بتسجل على ورقه وبتحسن وبيمشي حالك وبتقلع. سهل الامور، ما صعبه، بس لا الا ما بدي كابر، الا ما صاحب المطعم بده يكابر. انا افضل مطعم، انا 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 بضل يصرخ، بكون حواليه 50 20 10 1، بيبقى ولا واحد، بضل قاعد عم يصرخ لحاله. ما هيك بيمشي الامور، رزقه رزقه، بس ما تيجي تخبص بهيدي الطريقه، ولا تقول للفلوجر انه قولي انه طيبه، لانه انت عارف انك انت كذاب وهي كذاب، ونحن عارفين انكم كذابين، يعني على مين عم تكذب؟ وانا بالنسبه لي صراحه اي مطعم بينعمل له دعايه واعلانات وهالامور انا بخاف انه اروح لعنده فعليا. انا على الجروب، يعني على هيدا الجروب او اي جروب تاني اكل، حيلا حدا بينعمل له دعايه انا صرت اتردد، ما بدي اروح لعنده ليه؟ ما بديش اخسر مصاري، ما بدي اضحي. وانا صرت عم شوفها تضحيه، يعني بذل المال، صار اسمه بذل المال والتبذير بالنسبه لي، قد ما الكذب انتشر وانا عارف انه منه طيب، يعني شو لهي درجه اوكي. واكلت الضرب مره، ما حعيدها مره تانية، يعني هذا شيء طبيعي انه والله طيب وبعقد، بس كرمال انت اشتريتك بلحمه تروح تدفعني لها مصاري كرمال انا كمان اكل الضرب؟ اكيد لا. اعزائي المشاهدين، بنهايه هذا الفيديو ما تنسوني من لايك والشير والسبسكرايب. انا بشكركم المشاهده باذن رب العالمين، دائما الى اللقاء.